الحصان مفرد أحصنة، والتي تسمى أيضا بالخيل، وجمعها الخيول أو الجياد، ومفردها جواد. والسبب في تسمية هذا الاسم لأنها تشعر بالخيلاء في السير والعدو وأثناء الوقوف. الحصان حيوان ثديي وحيد الحافر، ومن أكثر الأنواع شهرة الحصان العربي، الذي تتوافر فيه سلالات ذات صفات متميزة ينفرد عن غيره من الجنسيات الأخرى. وأتى ذلك من الاعتناء الوافر الذي يقدمه الشخص العربي للحصان، لذا فهي تنسب إليهم باسم الحصان العربي أو الخيول العربية. وتعتبر الخيل واحدة من أهم الحيوانات التي تلعب دورا هاما في مختلف جوانب الحياة، فكانت تستخدم منذ آلاف السنين كوسيلة من وسائل الانتقال بالركوب على ظهره ونقل البضائع بجر العجلات الخفيفة. وفي بعض الحضارات يعتبر الحصان مصدرا هاما من مصادر الأطعمة والتغذية بوجه عام، وحتى منتصف القرن العشرين كانت الجيوش تلجأ إلى الخيول على نطاق واسع في الحروب. والآن مع زيادة الاهتمام بها يستعان بها في الاستعراضات ودخول المسابقات الرياضية. مما يتركب جسم الحصان وصفاته: توجد أنواع عديدة من الخيول، فمنها الحصان العربي والحصان الإنجليزي وحصان الهجين، لكن الحصان العربي من أرقى السلالات، وتتجسد فيه كافة المعايير التي يحكم بها على نوعية الحصان الجيد، لذا فسيكون حديثنا عنه. الصفات العامة التي تميز الحصان العربي الأصيل: هذه هي أفضل الصفات للحكم على الجياد بشكل عام، لكن صفات الخيول تختلف من سلالة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر. أولا من حيث الصفات الجسدية: الرأس التي تكون على شكل هرم، قاعدته أعلى وقمته أسفل، صغيرة في الحجم، ورأس الأنثى أصغر قليلا من الذكر، ولا يوجد به وبر كثير. العنق يشترط اتساقه مع الجسد، ليس طويلا ولا قصيرا ولا ضخما ولا نحيفا. الفم يكون واسعا لوضع اللجام فيه. الأنف يكون مستقيما والفتحات مستديرة وواسعة من أجل التنفس أثناء الرقص أو الحركة. أما الأذنان فتكون طويلتان على جانبي الرأس، والانتصاب يدل على أن الحصان يحتفظ بقوته ونشاطه، لكن الأذن عند الأنثى تكون أطول قليلا. الجبهة تكون جبهة الحصان الأصيل عريضة واسعة، يوجد في وسطها بياض، وبياض الجبهة يسمى غرة. العين تكون عين الحصان الأصيل بعيدة عن الأذن، وكبيرة وصافية وحادة. أما الظهر فيكون قصير ومستقيم رقيق الجلد، والذي يأخذ في الاتساع كلما اقترب من الصدر، ويسمى بالصهوة. وموضع السرج منحرف قليلا من الخلف إلى الأمام. عدد الفقرات العظمية الظهرية أقل في عددها عن الخيول الأخرى. العرف يطلق العرف على الشعر الطويل الموجود على حافة العنق من الجانب الأعلى، وأجمله ما كان لونه أسود أو حالك في السواد. العصفور هو العظم الظاهر في الجبهة تحت الناصية وإلى جانب الأذنين. أما الناصبة فهي الشعر الذي يوجد على جبهة الخيل، وهو يقي عين الخيل من أشعة الشمس، ويكون منبتها ما بين الأذنين، وكلما كانت طويلة كلما كان أفضل. الخدان يكونان قليل اللحم. القوائم، القوائم الأمامية تتمثل في عضلات قوية يتصل بها كتفان يميلان إلى الأمام، ويتصل بها العضد الطويل الشديد العضلات الذي يعطي الحصان دفعته للسرعة، ثم يتصل الساعدان من أعلى بالعضد بواسطة المرفق. أفضل السواعد للأحصنة ما كان قصيرا مستقيما ذو أوتار بارزة، كما يتصل الذراع من أعلى بالساعد. أما القوائم الخلفية فتتميز بشدة العضلات واتساع المسافة بينها. أما الحوافر تكون صغيرة وصلبة وقوية. الساق تكون قصيرة ومستقيمة وتنحدر تجاه الأرض. ثانيا صفات أخرى للحصان، وهذه الصفات تشترك فيها الخيول العربية وغير العربية، أو قد ينفرد بها نوع عن غيره، وأكثرها للخيول العربية الأصيلة. حب الموسيقى، فجميع أنواع الخيول تطرب عند سماع الموسيقى، حيث يوجد لديها أذن موسيقية وتتمايل مع إيقاع الطبول والمزامير. الخصوبة، فكل من الذكر والأنثى لديهم القدرة على التناسل مهما تقدم بهم السن، وتمتاز بهذه الصفة الحصان العربي. الحصان العربي الأصيل لا يتطلب الكثير من الطعام، حيث تكون أمعاؤه أقصر من أنواع الخيول الأخرى. قوة احتمال الحصان العربي تتمثل في استطاعته في الصمود أمام تقلبات الجو، ولا يمرض بسهولة لأن لديه جهاز تنفسي قوي، وقصبة هوائية كبيرة، وقفص صدري ضخم، مما يساعده على أخذ كمية وافرة من الأكسجين. الوفاء لصاحبه، وهذه إحدى السمات التي تميز الخيول العربية الأصيلة. والذكاء وقوة الذاكرة وسرعة الاستجابة والوداعة ورقة المشاعر. أما بالنسبة لأسنان الخيول، يتم تقدير عمر الخيل من عدد أسنانه، حين عندما يبلغ الحصان 5 سنوات تكون عدد أسنانه 40 سنة. 24 قبل الطواحن تسمى بالأسنان الطواحن، وضرسان من المعروف عنهما أسنان الخدود أو أسنان الفك. 12 قاطعا أو تسمى أسنان أمامية. 4 أنياب ويطلق عليها بالأنياب الواقعة بين الضروس والقواطع، وهذا يوجد بوجه عام في الذكور من الخيول والقليل من الخيل الإناث. يوجد لدى بعض الخيول أسنان الثعلب، وهي أسنان ما قبل الطواحن ليس لها وظيفة، أي أسنان لا وظيفية،
وتوجد على حد سواء عند الذكور والإناث، وتوجد غالبا في الفك العلوي. عند ميلاد الفرس يظهر قاطعان فقط أو قواطع في المنتصف، أما عند بلوغ العام يكتمل ظهور القواطع الليفية كلها. قبل بلوغه 3 أعوام تبدأ القواطع الدائمة في الظهور. عند بلوغ 4 أعوام تبدأ الأسنان المجاورة للقواطع القواسم في الظهور. وعند بلوغ 5 أعوام يصبح الفم مكتملا في الأسنان، والمجموعة الثانية من الأسنان قد اكتملت. عند بلوغ الحصان 6 أعوام فإن التجويف الذي يوجد أسفل القواطع يختفي كله ويقل عدد القواسم، وهذا التجويف يسمى بالندبة. عند بلوغ 7 أعوام تختفي الندبات من القواسم وتستوي الأسنان المجاورة للقواسم. عند بلوغ 8 أعوام يطلق على الحصان خيلا مسنا، ويمكن تخمين عمر الحصان فقط بعد مرور 5 أعوام، لكن الأسنان تبدأ في التغير تدريجيا حيث يتغير شكلها، فتصبح القواطع مستديرة ثم بيضاوية ثم تصبح مثلثة الشكل. ألوان الحصان: يكون للحصان لونان، لون بسيط يتمثل في اللون الواحد للحصان، ولون مركب يتمثل في وجود أكثر من لون في الحصان الواحد. والأربعة ألوان الرئيسية في الحصان العربي والتي ينتج عن امتزاجها بألوان أخرى عديدة هي الأبيض والأحمر والأسود والأصفر. اللون الأبيض واللون الأبيض الصافي في الخيول العربية نادرا، لكن يتفرع منه ألوان عدة أخرى كاللون الأشهب، وهو مزيج بين اللونين الأبيض والأسود بدرجات ونسب متفاوتة، وهذه الدرجات تصنف إلى ألوان عدة كاللون الأضحى، وهو مزيج بين اللونين الأبيض والأسود بدرجات ونسب متفاوتة. اللون الصنابي وهو غالب عليه الحمرة، واللون الرمادي غالب ما يشبه الغبرة. اللون الأحمر: الورد خالص الحمرة لكن الزيل والعرفي أسودان. وهناك اللون الأسود ويسمى الحصان الأسود بالأدهم، ويتفرع منه ألوان عدة. اللون الأصفر ويتفرع منه اللون الأصفر الفاتح، واللون الأصفر الضارب إلى البياض، واللون الأعفر الصفرة كالتراب، واللون الألكف كالصفرة فيه سواد. علامات الحصان ووجود اللون الأبيض به: للحصان ألوان رئيسية تتفرع منها ألوان متعددة ويسمى هذا باللون الغالب، أما وجود ألوان أخرى مخالفة لهذا اللون في مساحات صغيرة فقط فتسمى بالعلامات اللونية المخالفة للون الأصلي للحصان. هذه العلامات تكون من اللون الأبيض وتعدد أماكنها حيث تعرف في كل مكان باسم معين. فإذا كان اللون الأبيض يوجد في وجه الحصان سمي بالغرة، ولا تسمى غرة إلا إذا كانت كبيرة، وما دون ذلك تسمى فرحة. وتوجد 9 أنواع للغرة: كالنجم، والانتشار في الجبهة الشادخة، واحتداد من الجبهة إلى قصبة الأنف، والوصول إلى قصبة الأنف ولم تصل الجحفلة الشمراح، والوجه بأكمله مبرقع، وفي الوجه كله بدون العينين الغرة السارحة، أو بين العينين والمنخر الغرة المنقطعة، أو الوجه مع العينين مغرب. أما الفرس الأشهر الأبيض اللون فلا يوجد لها اسم إلا إذا تغير لونها إلى لون آخر مغاير، فحينئذ تسمى التطريف وتكون باللون الأسود. في الرأس أصفع، شعر الناصية أسعف، البطن أبنط الجانب. كما توجد علامات أخرى تسمى بالدوائر، والتي تنشأ من التقاء الشعر على سطح الجلد في اتجاه مختلف. ترويض الخيل: الترويض للخيال يتم عن طريق صاحبها بتعليمها كل ما يرغب فيه من معرفة الطباع لتقوية عضلات جسدها من أجل الجري والمشي، والمدة التي يحتاجها صاحب الخيل للقيام بذلك من 40 إلى 60 يوما، وخاصة في فصلي الربيع والخريف. ويتم ترويض الخيول على 3 مراحل: المرحلة الأولى قد تأخذ شهران، ويفضل أن يكون سن الحصان 3 سنوات وليس أكثر من ذلك. أما عن الطعام الذي يقدم له يوميا فهو شعير 3 مرات في المساء، مرة في الصباح قليلا من العشب عند الظهر، على أن تزيد الكميات إذا كان الفرس لديه شهية للطعام. طريقة ركوب أو انتطاء الخيل: يتم انتطاء الجواد والركوب على ظهره من ناحية اليد اليسرى، الجانب الأيسر للجسم، وذلك لعدم تعريض الحصان لأي ضرر إذا كان الفارس يحمل أداة حادة مثل سيف الشخص الذي يمتد الجواد، على الرغم من وجود العديد من التفسيرات الأخرى والمقبولة أيضا. الإسعافات الأولية للخيول: أولا، الإسعافات الأولية لشرقة الحصان. الشرقة عند الخيول تحدث عندما ينبغ الحصان طعامه بشكل جزئي، ثم يمر بصعوبة ويلتصق بالمريء، ثم يكح الحصان بشكل مفرط محاولا التخلص من هذا الطعام العالق بالمريء، ويخرج اللعاب وجزيئات الطعام من فتحتي أنف الحصان حيث لا يكون الحصان قادرا على البلع. وهذا كل ما لدينا لنقدمه لكم في حلقة اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.